يجوز استخدام الكمامة للرجل لأنه يجوز تغطية وجهه على الصحيح من قول أهل العلم لعدم الدليل المانع من ذلك ووروده عن جمع من الصحابة واختاره ابن عثيمين رحمه الله. ثانيا يجوز استخدام الكمامة للمرأة المعتمرة للحاجة وتفدي ولا فرق بين الكمامة الصغيرة أو الكبيرة لأن الكمامة تشبه النقاب سواء لبستها تحت غطاء الوجه أو فوقه والمرأة ممنوعة من لبس النقاب وهذا بالاتفاق لنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ونهت عائشة رضي الله عنها أن تتلثم المرأة المحرمة وكلا الحديثين عند البخاري. واللثام هو تغطية الفم أو الأنف والكمامة كذلك. لكن إذا كان غطاء المرأة على وجهها يكفي عن الكمامة فلا حاجة أن تضع الكمامة من وتقع في المحظور. إذا كان غطاء وجهها يكفيها فلا حاجة أن تقع في المحظور.